يقول: الدعاء المستجاب بعد الصلاة هل يكون قبل السلام أم بعد التسليم؟ دبر الصلاة، هل يكون قبل السلام أم بعد التسليم؟ الدعاء في أثناء الصلاة أفضل من الدعاء خارج الصلاة، فيدعو في آخر التشهد الأخير، في آخر التشهد الأخير قبل السلام، يقول صلى الله عليه وسلم: ثم ليختر من الدعاء أعجبه إليه، فيدعو بما تيسر.